السلام عليكم، مساكم سعيد جميعا متتبعين ديالي في القناة مدرسة شهيد موت لتعليم الفصالة والخياطة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا دوزتوا الأجواء ديال العيد في سلام إن شاء الله الرحمن الرحيم، وينعاد عليكم كل عام وانتم على صحة وفي رخاء وهناء إن شاء الله الرحمن الرحيم. توقفنا واحد المدة ديال جوج الأسابيع أو ثلاثة هي للراحة والاسترخاء، لأنه كيخصنا نجددوا الطاقة ديالنا إن شاء الله، وهذا باش يكون نعطيه تاني بجهد كبير ونعطيه من 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 بالمجهودات ونكون ارتاحنا شوية ونعطيه تكون تزاد الحماس والحيوية. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم وعلى التعاليق ديالكم، كنشكركم على الأسئلة ديالكم. بالنسبة لواحد المسألة اللي كنلمسها وهذه ما عنديش لها شي حل، هي الأسئلة اللي كتكون باغفوا، يعني بعض المرات كنلقاهم أسئلة ضايرين على درسي إلا درتو وما كنلقاش الطريقة باش نجاوب. الو، اليوتيوب يعني باش نجاوب خصني ندير فيديو اخر، او لا باش نكون نقاش اون فاس، نقاش مباشر اللي كيسهل لنا ماموريه ديال الشرح. اليوتيوب ما كي ما عرفش، يعني يمكن ما كاينه شي اوبسيون وانا مازال ما فاهمهاش، مي كندير يعني لعلم الجميع انه كندير ديكور يعني دروس وتكوين عبر الواتساب. هنا كندير دروس تكوين جماعي، يعني تيكون واحد الجروب كنحدد العدد ديال الجروب، وكندير دروس تكوين كانك في قسم، يعني كاينه متابعه، كاينين تمارين، كاينين تطبيقات، وكاينين استشارات، كاينين نصائح. تنديروا يعني مره في بعد كل درس كنديروا نقاشات اللي كنناقشوا فيهم هذه الامور هذه، وتيكونوا نصائح اخرى واستشارات اللي كيبغي يستشار. هذا بالنسبه للتكوين الجماعي. التكوين الجماعي كندير له واحد المبلغ اللي هو شبه رمزي اللي التكافي مع مصاريف الانترنت وما جاوره. اما كاين نوعيه اخرى ديال التكوين وهي التكوين الفردي. التكوين الفردي هذا التكوين اللي تيكون خاص بالناس اللي كيبغيو يستافدوا في مسائل خاصه بهم شخصيا. حنا في التكوين الفردي يعني تتكون الفرق بينه وبين التكوين الجماعي هو انه التكوين الفردي تكون عندكم الخيار انك تختار الدرس ديالك والمواضيع اللي كتبغي تناقش، اختيار الاوقات ديال العمل على حسب الالتزامات سواء العمليه ولا البيتيه ولا المهم الله اعلم. على العكس على التكوين الجماعي، يعني انا اللي كنختار البروغرام البرنامج ديال التكوين، وانا اللي كنختار التوقيت اللي كنتلاقاو فيه. من طبيعة الحال التكوين الفردي ثمنه خاص، والتكوين الجماعي كيف قلت راه ثمن رمزي. اللي كيهمو الامر راه الهاتف ديال شهيد راه معروف، يعني نتمنى الاخوان والاخوات اللي كيهمهم الامر التواصل عبر الواتساب. وبداية موسم جديد ان شاء الله، ووفق الله الجميع، ودمتم في امان الله وفي حفظه.